المسلم عندما يأتي إلى المسجد مسلم نقيرة كي مكان مسجد يأتي في أحسن لباس لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا تأخذ كامل الزينة عندما تأتي إلى الصلاة لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أمر بهذا ولأنك الآن لو تذهب إلى بيت الرئيس أو الوزير تذهب في أحسن لباس فما بالنا عندما نأتي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ហើយចោះយើងគិតដូចយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងមកកាន់ផ្ទះរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡា